بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والأمتع بإذن الله تلفزيون الحياة. النهاردة الحد هو يوم اليوم الصحي أو الطبي. النهاردة هيشرفنا وينورنا دكتور أحمد صبري، هو في الطريق تقريبا، في حاجة في الطريق فمعطلة، فإن شاء الله في خلال دقائق هيكون موجود معنا، بس طبعا لازم نطلع في وقتنا، عشان كده احنا طلعنا معاكم. هنعمل مع بعض أكلات حلوة لذيذة وصحية وفي نفس الوقت مشهية. يعني احنا دايما بنقول ان الاكل الدايت بيبقى قليل السعرات الحرارية، لكن النهاردة مثلا في الفطار هنعمل، ووجبة الفطار اساسية هنعمل بخبز ابيض، مش بخبز اللي هو بالقمح الكامل. يعني عشان في ناس ما يكونش عندها الخبز بالقمح الكامل، بس نستعمل قد ايه من الخبز ده، هو ده الكلام. تعالوا مع بعض نشوف سندوتش بسيط كده بالفراخ المشوية، فراخ مشوية كده بطعم حلو قوي، وهنعملها سندوتش بالعيش ده. عندنا صدرين فراخ أو ثلاثة، عندنا كمان معلقة من المستردة، ومعلقة زعتر، ومعلقة صلصة طماطم، ورشة توم باودر، ورشة بصل باودر، وشوية كركم، وشوية بابريكا، شوية يعني رشة كده برضو، وكمان عندنا خس وطماطم وجرجير ومشروم، هنعمله سوتيه في زيت زيتون. تاني المقادير: 2 صدر فراخ او 3، عندي كمان معلقه مستارده، ومعلقه زعتر، ومعلقه صلصه طماطم، ورشه من بودره الثوم وبودره البصل والكركم والبابريكا، وبعدين عندي خس وطماطم وجرجير ومشروم، وده زي ما احنا بنقول كده اختياري، لكن المشروم هنعمله سوتيه في شويه من زيت الزيتون، ويبقى مشروم بنسميه احنا مشروم جارليك، مشروم هيبقى فيه سن الثوم كده. فتعالوا مع بعض نعمل اول حاجه. مين فاكر الرغيف اللي كنا عملناه وسميناه خبز الحله؟ خبز داخل الحله، هو ده الرغيف، كان عندي في الفريزر انا من ساعتها وانا شايله، فطلعته وفك معانا، وهو نفس الخبز اللي هنستعمله في الاكل النهارده، شايفين؟ وعشان بعد ما عملناه كنت حطيته في الفريزر فطلع كانه طازه اهو. هناخد منه شريحتين او عشان خاطر ايه يبقى كله متساوي يعني. ودخل دول في الفرن ياخدوا لون، هدخل دول في الفرن عشان ياخدوا معانا لون، ونروح بعد كده نشيل بقى الخبز دوت ونشوف هنعمل ايه في الفراخ. يعني كان اهم حاجه الخبز ان احنا هنحمصه شويه، وبعدين نعمل مع بعض اول حاجه الفراخ. هنجيب كلابز او جوانت كده نلبسه، وبعد كده ناخد الفراخ نقطعها ونتبلها الفراخ، او ممكن نشويها سليمه وبعد كده نقطعها، انتوا عايزينه مفيش مشكله. يعني الطعم اللي انتوا لو احنا قطعناها شرايح طعم الفراخ هيبقى التتبيل باين فيه اكتر، هيبقى التتبيل باين فيه اكتر، لكن احنا لو خدناها سليمه كده هتبقى برضو طعم التتبيل باين فيها، بس مش بنفس كميه التتبيل الموجود في الشرايح. ناخد الصدر نقطعه على 2 كده، بعدين بعد ما نقطعه على 2 كده نروح عاملين له التتبيل، اللي هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا والكركم مع بعض الاربعهم، رشه يعني شويه صغيرين كده بالايد، وبعدين معلقه الزعتر، معلقه المستردة اهو، وبعدين صلصه الطماطم، ونقلب كل ده مع بعضه كده. شايفين التتبيله دي اهي؟ معلقه صلصه طماطم، معلقه مستردة، معلقه زعتر، وشويه ثوم، وشويه بابريكا، وشويه من الكركم، وملح وفلفل، ومعلقه واحده من زيت الزيتون، وبعدين نقلب كل ده مع بعضه تاني. يبقى الخليط بتاعنا ده اللي هو التتبيل، هو ده ينفع في الفراخ المشويه؟ اه ينفع في الفراخ المشويه وطعمه حلو جدا. وبعدين نجيب الفراخ كلها كده نحطها جواه ونقلب كده بايدينا عشان تتشرب من كل المسام بتاعتها، تتشرب من نفس التتبيله اهو. وفي طريقتين للتسويه، يا اما نحطها على الشوايه يا اما ندخلها في الفرن زي ما انتوا عايزين. بعد ما تبلناها كده
هنروح على الشواية وناخد بقى نخلع الكلافز ده ونحط نقطة زيت وناخد بالراحة نشوي الفراخ. شفت انا عملت ايه في نقطة الزيت؟ فرشتها على الشواية كلها عشان ما احطش زيت تاني، لان انا لو حطيت عليها بالظبط هتعمل ايه؟ هتاخد الـ 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 هنحتاج زيت تاني، فعشان كده احنا مش هنحتاج زيت تاني لان فرشت كده زي ما قلت على الشواية الزيت ونحط الفراخ ونسيبها ونروح نكمل بقية الساندوتش بتاعنا. بقية الساندوتش بتاعنا في حاجات زي المشروم وزي الجرجير، الجرجير ورق مغسول بس، والخس مغسول، والطماطم برضو متقطعة شرايح، لكن المشروم زي ما قلنا هنشوحه في معلقة من الزيت مع شوية ثوم بس، بنقطعه كده شرايح ليه؟ عشان يبقى عندي بروتين حيواني اللي هو في الفراخ وبروتين نباتي اللي هو في المشروم اهو. نيجي هنا نحط معلقه الزيت بس مع الثوم على طول كده، الثوم وبعدين الزيت، نقطه زيت اهي، وقبل ما يدبل معايا اهو وهو لسه اخضر نحط المشروم. يبقى كده بقى عندي مشروم اسمه مشروم جارليك. يا استاذه دعاء، يا استاذه سعاد، انا اسف. الو. الو، اهلا بحضرتك. اهلا بك، ازيك يا شفيفي؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم اهلا بك. منور القناه، تسلم ايدك باللي انت بتعمله يا رب. اشكرك، ربنا يخليك يا حاجه سعاد او استاذه سعاد. الله يخليك، الله يبارك فيك. النبي يا شفيفي، بس استاذنك بس مقادير العيش اللي انت عامله دوت. حاضر، من عينيا، هطلعه لك دلوقتي على الشاشه. حاضر. حاجه تانية بشكرك، اصل العيش ده كان له قصه، احنا كنا مسويينه جوه حله، ف محمود عايزين خبز الحله دوت موجود عندنا، هنطلعه دلوقتي ونشوف ان شاء الله. حاضر. ونروح نبص بقى كده على الفراخ، موجود عندنا ان شاء الله اهو، شايفين؟ نقلب الناحيه دي، شايفين لونه عامل ازاي؟ اها، شفتوا لون الفراخ؟ هو ده. بسم الله كده، بعد ما ياخد اللون معانا هندخله شويه في الفرن صغيرين. لو مش عايزين تدخله برضو سيبوه على الشوايه هيستوي معانا. الفراخ من الحاجات الحساسه اللي بتستوي اسرع، مفيش مشكله. عندي بقى شويه بقدونس هنديه للمشروم معاه، يبقى ممكن لو انا محتاج ان انا اكل المشروم زي ما هو كسوتيه بدون اي اضافات احطه في الثوم مع معلقه زيت الزيتون، وده صح للغايه، واديله شويه بقدونس، وبيتقدم طبق في اي مكان كده اسمه مشروم جارليك اهو. خلاص المشروم استوى معايا، هركنه على جنب ونبص على العيش اخباره ايه. خبز؟ لا، خبز الحله، الحله هنشوفه. حاضر. هنطلع هنجيبه لكم. حاضر. طيب الفراخ عندي جاهزه للتسويه، او يعني خلاص اهي، زي ما قلت عايز ادخلها تحت الشوايه شويه، ادخلها عايز اكملها كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصراحه مغري، يعني حاجه ما شاء الله، يعني شكلها حلو كده لوحدها. فلو حابين ندخلها جوه الفرن ندخلها، مش حابين خلاص. انا بس مستني العيش يتحمص شويه. ممكن تجيب لي الخبز الحله ده من جوه؟ الله يكرمك. العيش اهو، انا بس عايز احمصه يبقى ناشف معايا وطعمه حلو، يبقى مقرمش. فاحنا بنقلبه كل شويه علشان ياخد اللون الكريسبي اللي هنشوفه دلوقتي، وبعدين هنعمله مع بعض، نقدمه ببساطة خالص. نجيب طبق غرف زي ده كده مثلا، وطالما احنا قلنا فيه عندنا خضرة، يعني عندنا خس وعندنا جرجير، ممكن ناخد شوية من الخس ده كده لوحدهم اهم،
وعليهم عودين من الجرجير اهو، اوراق جرجير كده شكلها حلو، نحطها برضو عليها. وبعدين ممكن نحط شريحتين ثلاثه من الطماطم، يبقى كانه نوع من السلطه مع الساندوتش بتاعنا. وبرضو نفس المقادير دي هدخلها جوه الاكله، يعني نفس الخضروات دي هتخش جوه الاكله معانا. يبقى انا بس بحط كده حاجه كديكوريشن مع الاكله بتاعتنا. ونروح نشوف الفراخ، اول لو حسيت ان هي استوت ممكن ارفعها، لكن لو انا عايز اخليها تكمل تسويه على النار نرجعها تاني اهو. ليه بقى مش عايز ادخلها الفرن؟ وهتشوفها دلوقتي مستويه وجوسي. واروح ابص تاني على الخبز، احنا قلنا عايزين نحمصه مش ننشفه، بعد ما كده خد اللون اهو نرفع. نيجي هنا بقى في طريقه تقديم الساندوتش ده، ممكن نعمله قطعتين، ممكن نعمله ثلاث قطع حسب الشكل اللي انتوا عايزينه. يعني ايه؟ ايه قطع ايه ثلاث قطع وايه قطعتين؟ يعني ممكن احط الثلاث قطع الخبز دول الثلاث شرايح على بعض، وممكن احط قطعتين فوق قطعتين، وده اللي هنشوفه دلوقتي زي ما انتوا عايزين. لكن انا برجح ان احنا نحط ثلاث قطع يبقى شكله احلى. ناخد كده الخس بقى نفرده عليها. حاضر عينيا. اصل مشكلة الفطار دي يا محمود بنعاني منها كلنا، وطبعا كل واحد بيبقى قايم من النوم نفسه مسدودة، لا نفسه مسدودة مش عايز ياكل، فلو ما كانش يبقى فيه اكل شكله مشهي الواحد ما بيفطرش. فعشان كده اهو، وبعدين اهو نحط كده شرايح الطماطم. انا طبعا هنا لا حاطط لا مايونيز ولا حاطط حاجات اللي هي فيها سعرات حراريه، لان اكلتنا في النهايه هي اكله تعتبر لايت شويه، يعني فيها ما فيهاش غير الخبز هو اللي كامل الحبه، لكن بقيت كل اكلنا يعتبر دايت. ناخد بقى هوريك دلوقتي يا عبد الله شاكك فيا. كان واحد يعني زميلنا عبد الله بيقول لي كده استوت يا شيف، فانا هوري له عملي. ناخد قطعه ونعمل كده ونوريك اهو، اهو انا هوري له عملي عملي. نقطع كده منها حته ونوريكم شكلها اهي، الحته الصغيره دي اهي عشان تعرفوا ان استوت. طعمها مش عايز اقول لكم بجد والله. وانتوا بقى انتوا اللي بتقرروا. طبعا ده نوع من انواع تتبيل الفراخ المشويه، ممكن نستعمله عادي جدا. نيجي هنا نحط دي كده. فاكرين كان عندي المشروم الجارليك اللي احنا قلنا عليه، شويه من المشروم كده على الوش. جرب بس، جرب كده جرب اهو. وبعدين نيجي نحط واحده تانية اهي ونضغط عليها، وبعدين نكرر نفس الحكايه اهو. ما تقلقش ما تقلقش، انا عمري وعدتك وخلفت. ناخد شويه الجرجير، اهم حاجه في الاكل الشكل، شكل التقديم، شكل الطبق، قد ايه نبقى احنا يعني الواحد اما بيشوف الحاجه كده يبقى بيشتهيها. طالما انت اشتهيت الحاجه يبقى لازم تاكلها وانت مبسوط، وهتديك اللي انت عايزه يعني الطعم والشكل والغذاء اللي انت عايزه. شريحه من الفراخ اهو شايفين بقى، وبعدين المشروم قلنا عليه اهو. ده بقى طبعا انتوا شايفين الرغيف ده حجمه قد ايه، او الساندوتش ده حجمه قد ايه. ده يكفي فردين، ده يكفي فردين مش يكفي واحد. يعني لو حد بيفطر مين مهما كان ما يفطرش بده لوحده، يفطر بالاثنين. ونقوم حاطين دي كده وضاغطين تاني ونقدمه، يا اما نقدمه كده يا اما نيجي بالسكينه ونقوم قاطعين، عشان زي ما قلنا يكفي فردين. يبقى كل واحد عرف
حدوده فين اهو، ونرفع بالراحه ونحط في الطبق، واحنا بنلف كده شايفين الطبقات، شايفين الطبقات عامله ازاي، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الاكل او الشكل قبل الاكل احيانا. ناخد دي نحطها هنا، وبعدين الثانيه نحطها كده جنبها، ونقول لكم اتفضلوا معانا احلى سندوتش فطار، يعني حاجه مشهيه طعمه حلو قوي. بلاش بطاطس محمره، بلاش مايونيز، لان الاكل النهارده زي ما قلنا اكل خليل السعرات الحراريه. كده خلصنا السندوتش، هنستاذنكم هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع بعض وهنوريكم حاجات تانية، وهنعمل النهارده بناء على اتصالات غير طبيعيه شيش طاووق بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبعد الفاصل نورنا وشرفنا دكتور احمد صبري، والنهارده معمول له انذار غياب، انذار غياب علشان اتاخر علينا النهارده. ينفع كده يا دكتور؟ انا عارف ان الطريق كان زحمه، بس برضو يعني مشاهدينك الجمال ما لهمش ذنب، معلش انا بعتذر والله الطريق زحمه جدا، استنى حضرتك، فعشان كده احنا ضيعنا كده يجي ربع ساعه بدون وجود حضرتك وبدون استفاده من المعلومات اللي حضرتك بتقولها. معلش يا شيخ، عادي. الله يخليك. كنا الاسبوع اللي فات وعدناكم ان احنا نكمل موضوع ثبات الوزن. هو ثبات الوزن ينفع مع الساندوتش اللي احنا عاملينه ده؟ دكتور احمد صبري اللي هيتكلم ويقول، وانا قلت له انه مقادير الساندوتش خبز عادي ابيض مش اسمر، وجرجير وطماطم ومشروم وفراخ مشويه. واتفضل. يعني احنا المره اللي فاتت للاسف ما لحقناش نتكلم عن موضوع ثبات الوزن، ووعدنا الساده المشاهدين ان احنا هنتكلم على طول في الحلقه الجايه، فادينا هنتكلم على موضوع ثبات الوزن. انا بس عايز اقول يعني فكره، يعني اوضح ايه الفرق، عشان كنا بنتكلم في الفاصل بين الثبات والتثبيت، يعني عشان الناس برضو ايه تبقى مستوعبه. الثبات اللي هو الناس اللي بتخس بس ما يعني بيعملوا دايت وبيطبقوا وبيعملوا كل حاجه كويس لكن وزنهم ما بينزلش. التثبيت ده اللي هو لما يخلص مرحله نزول الوزن يبدا بقى يثبت وزنه عشان ما يردش. يعني مثلا انا كنت 90 كيلو وبعدين وصلت ل 65 مثلا وعايز اثبته على ال 65 ما يزيدش تاني. فعايز تثبت ما تزيدش وما تردش تاني اللي خسيته. وفي اسئله بقى كتير في الـ في الـ في الـ في المحور ده، هل انا ينفع اثبت فعلا، هل انا مش هرد تاني، ولا ده كلام كده وبعدين هبدا ارجع تاني وهرجع اعمل دايت تاني. هو ده اللي عايزين نتكلم عليه النهارده باستفاضه يا دكتور، والدايره المفرغه اللي الناس بقى بتعيش فيها، فده اللي عايزين نوضحه يعني. جميل، انا هسيب حضرتك تتكلم، ولكن بعد ما اقول لهم انا جالي اتصالات كتير قوي على شيش طاووق. شيش طاووق بسيط ما فيهوش حاجه خالص، هو عباره عن وراك فراخ وخضروات وتتبيله. تعالوا نشوف بقى التتبيله بتاعتنا، ده سر الشيش طاووق. عندي كيلو من وراك الفراخ متقطع، كل ورك اربع قطع او ثلاثه حسب حجم الورك. عندي كمان بصلايه متقطعه مفرومه متقطعه زي ما متقطعه، وعندي اربع فصوص ثوم وطماطميتين متقطعين اي تقطيع برده، معلقتين خل، معلقه عصير ليمون، ومعلقتين زيت زيتون، ومعلقه زعتر، ومعلقه بهارات، وبعدين فلفل وطماطم وبصل، دول مكعبات كبيره اهي. وهنقدمه مع سلطه الزبادي وسلطه الطحينه، ولكن السلطات دي لايت، سلطات صحيه للغايه مش كامله الدسم يعني. هقول تاني الشيش طاووق سريعا التتبيله بتاعته، معلقتين خل، ومعلقه عصير ليمون، ومعلقتين زيت، ومعلقه زعتر، ومعلقه بهارات، وطماطميتين متقطعين مكعبات، وبصلايه، واربع فصوص ثوم. كل ده هناخده مع بعض ونضربه في الخلاط، وبعد كده نصفيه فوق الوراك ونسيبها في التتبيله دي على الاقل تلت ساعة نص ساعة. يبقى أنا عشان الشيش طاووق يطلع معايا بتتبيلته الحلوة اللي هنشوفها دلوقتي، لازم ناخد كل ده أهو نضربه في الخلاط، اللي هو أدي الطماطم والبصل وكمان عصير الليمون والخل والزعتر والبهارات والثوم أربع فصوص وزيت الزيتون، وبعدين كل ده يتضرب في الخلاط ونصفيه عشان نتبل بيه الشيش طاووق. هنشوفه دلوقتي شكله عامل ازاي. اذكركم تاني لان الشيش طاووق ده التتبيله دي حكايه طعمها حلو قوي، فيها زي ما قلنا بصلايه
وطماطمايه متقطعين اي تقطيع، عليهم معلقتين خل، معلقه عصير ليمون، ومعلقتين من زيت الزيتون، ومعلقه بهارات، ومعلقه زعتر، وكل ده بنضربه في الخلاط. وهنصفيه دلوقتي فوق الفراخ واديله ملح، هندي ملح وفلفل للفراخ فقط، ونسيبه في التتبيله دي على الاقل تلت ساعه، زي ما احنا بنقول نص ساعه، مش ازيد من كده، مش ازيد من كده اهو. فاحنا هنيجي كده ناخد الفراخ معانا، وبعدين هنصفي عليها الخليط، بس بعد ما ندي للفراخ شويه ملح وشويه من الفلفل. ولما نصفي الخليط نقول للدكتور بقى على موضوع التثبيت ونكمل معاه. اتفضل يا دكتور. يعني شيف يسري، اولا الناس اللي هي بتيجي تعمل دايت ووزنها ما بينزلش، وبيكون هم فعلا بيطبقوا الدايت وبيروحوا سواء مثلا للدكتور اللي بيتابعوا معاه، او مثلا هم بينظموا الاكل مع نفسهم، وبعدين وزنهم ما بينزلش ابدا مع انهم بيتعبوا جدا في الدايت. نعم. الحقيقه بتبقى في اسباب معينه يمكن الناس ما بتاخدش بالها منها، واحنا لما بنكلمهم في الاسباب دي وبيبقى معظمهم عارفين الاسباب، لكن هم ما بيركزوش في الاسباب دي او ما بيبقوش مقتنعين. زي مثلا ان هو بيكون عنده اختلال في البيولوجيه بتاعه الجسم، او اختلال في نظام الغدد، نتيجه لانه مثلا بيصحى متاخر. يعني هو او هي بتعمل الدايت، فبتبدا مثلا تصحى الساعه 1 الظهر، فبتبدا يومها على الساعه 1 او 2 تبدا تاخد وجبه الفطار، فبالتالي المصانع المسؤوله عن الحرق ما بتكونش اشتغلت بدري. فعشان كده شرط اساسي علشان الوزن يبدا ينزل ويبدا يستجيب، وعشان تخسي وبتعملي الدايت، وعلشان ما تتعبيش على الفاضي، ان تبداي يومك بدري وتفطري من بدري. بدري ده اللي هو قبل الساعه 10 صباحا. طب الناس اللي هي بتصحى متاخر، او الناس اللي هي بتقول انا ما بحبش افطر، او ان انا ما بفطرش، او ان انا عندي ظروف معينه، لا كده مش هتحرق. يعني كده هتكون بتبذل مجهود على الفاضي، وده كده يعني ايه، دي اسباب بتخليك بتجيف اب او بتزهق من الرجيم وتسيب الرجيم. فرقم واحد هي وجبه الفطار لازم تكون بدري على قد ما تقدر قبل 10، وده شرط اساسي. عشان كده يا دكتور احنا عملنا النهارده بالاتفاق وجبه فطار شهيه تفتح النفس، شايفك عامل اكل فظيع. عشان كده يبقى احنا زي ما بنقول كان الاتفاق مع الدكتور احمد ان احنا هنتكلم على اهم حاجه، اهم عنصر في تثبيت الوزن، وجبه الفطار، ولكن امتى؟ في ميعادها الصحيح، ما تكونش متاخره. اتفضل يا دكتور. تمام. فده شيف يسري، احنا لما نيجي نربط فكره الثبات بالتثبيت، انك انت مثلا ما بتفطرش، يبقى احنا لما هنخش بقى في مرحله ان انت خلصت دايت وهتبدا تعمل ثبات لوزنك، مش هنرجع للعادات والسلوكيات دي تاني. يعني احنا متفقين ان احنا بنعمل عادات غلط، فلما بنيجي نغير من حياتنا عشان ننزل اوزاننا ونتغير، احنا بنقلع عن العادات والسلبيات دي، فمنرجعش تاني للعادات دي، وبالتالي ولكننا عملنا حاجه. فيبقى اول شرط واول عنصر لما هنيجي نخلص مرحله الرجيم ونعمل ثبات لاوزاننا، هو ان احنا نحافظ على سكياتنا ونحافظ على وجبه الفطار بدري. فيبقى ده واحد، الناس اللي هي ما بتفطرش. ونضم عليه النقطه اللي هي فكره بيولوجيه الجسم وفكره عمل الغدد. يا جماعه الغدد دي هي زي مصانع كده بتحتاج ترتاح، فيها ماشينز او فيها مكان معين، المكان ده ما ينفعش يشتغل كده دايركت، لازم ايه، الجسم يبدا يريح. يريح ازاي؟ لازم في قسط معين من الراحه او قسط معين من النوم، اللي هو 8 ساعات او 6 ساعات على الاقل، ويكون فتره الليل. يعني ما ينفعش مثلا انت تكون بتعمل دايت او تكوني بتعملي دايت مثلا وبتنامي مثلا الساعه 6 الصبح لحد الساعه 1 الظهر، كده عمر جسمك ما يحرق، لان ما بتناميش وقت الليل اللي هو الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله عشان المصانع ترتاح وتجدد الحيويه بتاعتها والطاقه بتاعتها. فيبقى العنصر التاني المهم عندنا هي الناس اللي ما بتنامش وما بتاخدش راحه وما بتديش لجسمها وقت معين ترتاح فيه، وخاصه وقت الليل. يبقى لازم ننام من 6 ل 8 ساعات وقت الليل عشان المصانع بتاعتنا ترتاح، والمصانع اللي مسؤوله عن الحرق تستعيد الكفاءه الحيويه بتاعتها والطاقه بتاعتها. فدي ده العنصر التاني يا شيف يسري. نعم. من 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 الاسباب اللي بتخلي الجسم ما يحرقش وتخلي الناس اللي بتعمل دايت ومتبع الرجيم بقى ما يخسوش، لان الاسباب دي بيبقوا عارفينها. يعني حضرتك اتكلمت دلوقتي عن حاجتين مهمين جدا، الا وهما النوم بدري والصحيان بدري. من الاخر بالظبط، يعني ننام بدري ونصحى بدري. وخلي بالك شيف يسري، احنا يعني كشعب مصري
بدأنا نميل للسهر قوي يعني. يعني بدأت الناس تنام مثلا بعد الفجر ويصحوا مثلا بعد الظهر. يعني بدأت الناس يعني معظم الناس يعني معظم الناس اللي بنقابلها خاصة المراحل اللي هي المراحل الشبابية. عشان كده بقى في مشكلة عند معظم الشباب عندهم قصور في الغدة الدرقية، حتى لو القصور ده بوردر لاين أو على الحد الأدنى أو إن هو قصور طبيعي بسبب لخبطة، فده سبب من أسباب ضعف الحرق عند معظم الشباب. أو يعني ده مفروض إن دي حاجة بنشوفها بعد سن الخمسين، بعد وقت معين نلاقي اختلال في عمل الغدة الدرقية، ولكن بدأنا نلاقيه عند الشباب بسبب عدم الانتظام في النوم، أو إن الشباب دي بيسهروا قوي وبيبالغوا في السهر ويصحوا كمان متأخر قوي والنوم متلخبط، فبالتالي بدأ الحرق عندهم يضعف. فدي حاجة إحنا حبينا نلفت يعني النظر ليها. الكائنات الليلية اللي هم كمان لما تقول لهم يا شيف يسري بيزعلوا. يعني في ناس بنقابلها بنقول لهم نام بدري واصحى بدري، يقول لك والله أنا لو نمت بدري أكتئب، يعني أنا ما أقدرش أنام بدري، أنا تعودت على كده، أنا السهر ده يعني. طب ماشي يا دكتور، طب أنا معاك في دي، بس طبعا في ناس عشان ممكن نقول لهم آخر حد للسهر لغاية الساعة كام؟ يعني واحدة اتنين يا شيف يسري، ويصحى مثلا في الحدود التسعة مثلا صباحا، بحيث انه يلحق الفطار مثلا عشرة او هنقول عشرة حتى، يعني يصحى عشرة ويبدأ يفطر، فده يبقى منطقي يعني ان هو يعني ما يصحاش 11 مثلا يعني يعني لازم يكون بيصحى على الاقل من 9 ل 10، يبقى ده منطقي في شوية في الفطار. تنام امتى وتصحى امتى يا شيف يسري؟ نعم. تنام امتى وتصحى امتى؟ انا لو حتى بنام متأخر او كان عندي ظروف، انا طبعا ما بنامش بدري عامة، يعني بنام ممكن على من واحدة لاثنين في الفترة دي على طول طول حياتي، بس بصحى في ميعاد اللي انا طالع في الشغل. حتى لو عندي ميعاد الساعة 7 بصحى، عندي ميعاد الساعة 9 بصحى كده، يعني ببقى ظابط الدنيا على ان اصحى في الميعاد. لكن هو موضوع الفطار يا دكتور موضوع محير جدا، يعني في ناس كتير قوي بيبقى بالنسبة لها الفطار شاق، يعني ماليش نفس، انا نفسي مسدودة، انا ما باكلش، انا كذا انا كذا. فهو ده اللي احنا عايزين نرجع عملية الفطار دي تاني، لأن 90% 70% ما بيفطرش، بيشرب كوباية شاي، يشرب عصير، يجري وخلاص وتمام التمام. فالفطار ده أنا عارف إن هو وجبة أساسية، عشان كده النهاردة أنا متعمد أعمل فطار يكون كونتراست بين اللايت خالص واللي هو برضو العادي اللي بيتاكل عادي، اللي هو إيه بقى اللي فيه خبز أبيض. أنا تعمدت يكون فيه الخبز الأبيض عشان ما يبقاش يعني ما بنتكلمش على حاجه، كل الناس بتفطر اكل عادي جدا، فيرجع يقول لي لا انا مش عايز الفطار الدايت بتاعك ده، انا هفطر الفطار العادي. طب ما اخو افطر ده هيبقى قليل السعرات الحراريه ولكن الخبز العادي بس. سليم صح يا دكتور؟ سليم انت بتفضل. هي طبعا يعني زي ما الشيف يسري بيقول وبيأكد على نقطه الفطار، ان دي من السلوكيات يعني السلبيه، ومعظم كمان يعني المعهد العالمي للتغذية قال في اخر بحث كمان نشره ان سمنة الرجال كمان خاصة بتكون بسبب ان هم ما بيفطروش وبيبداوا ياكلوا في اوقات متأخرة. يعني في ناس كتير جدا يا شيف يسري بيروحوا على اشغالهم، بالذات يعني شريحة الرجال، يعني بالاخص هم اللي عندهم السلوكيات دي، ان هم بيصحوا بياخدوا مثلا القهوة والنسكافيه والكلام ده كله ويبدأ ما يأكلش طول اليوم، فبيبدأ بالليل بيجي يا شيف يسري يكون جعان جدا فيبدأ يأكل، وخاصة السكريات الليل. لأن بيكون مستوى السكر في الدم عنده قل جدا واشتياق جسمه للسكريات والحلويات عالي جدا، فبيبدأ يأكل وجبة. الوجبة دي لازم عشان يعني تعمل له عملية إشباع وعشان هو يشبع ويكون مبسوط وتحسن الحالة المزاجية عنده، لازم يكون فيها دهون، لازم يكون فيها نشويات. جميل. لازم يكون فيها كمان سكريات. فاحنا بنقول لا افطر عشان بالليل ما تقعش وما تحسش بالهبوط الحاد اللي بيجي. دكتور احنا هناخد تليفون، بس قبل ما ناخد التليفون عايز اقول لهم ان انا جبت الخلة الخشب او التسبيكس الخشب نقعته في المية، نقعته في المية بقاله يجي ساعة. ليه؟ لان انا عموما بشوي يا اما على شواية يا اما بشوي في الفرن، بعد ما بنقعه في المية كده بيتشرب بالمية ما يتحرقش معايا. حطينا قطعة من الخضار، قطعة من البصل، قطعة من الطماطم، وبعدين قطعة من الفراخ المتبلة، وكررنا لغاية ما عملنا كده الكمية، وفضل عندي شوية كده هوريكم طريقة لهم تانية، ولكن بعد ما ناخد ده كده ونروح عند الشواية وناخد معانا اتصال. مين معانا؟ يا أستاذة رندا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف يسري؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك.
اتفضلي انا سامعك. كريم خالص على الحاجات الحلوه اللي بتعملها دي. ربنا يخليكي، ده من ذوقك، ربنا يكرمك يا رب. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اه يا فندم مع حضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك انا كنت عامله دايت وبعد كده نزلت على 12 كيلو وبعد كده طبعا ابتديت مع يعني ما فيش تثبيت، يعني ابتديت ارجع اكل وبعد كده زدت تاني. فانا كل نظامي انا بنام بدري، ما بسهرش، بصحى بدري، بفطر بدري يعني الساعه 9 مثلا 10 بالكتير ببقى فاطره، مش بفطر حاجات كتير، كوبايه شاي بساندوتش مثلا جبنه ربع رغيف يعني. الغدا برضو ما فيش حاجه كتير يعني، ما بكملش مثلا نص رغيف في الغدا. في العشاء ما بتعشاش، ساعات ما بتعشاش، مع ذلك وزني بيزيد. عملت تحليل غده، ما فيش حاجه، الغده تمام. بس اكيد حضرتك ما بتتحركيش، ما بتعمليش مجهود بدني، ما فيش اي نوع من انواع الرياضه يعني. لا يعني هو حركتك ضعيفه صح؟ رياضه بس انا طبعا معايا يعني انا بخرج بجيب حاجتي، بشتغل في البيت كل يوم بره، يعني بجيب حاجتي اللي انا محتاجاها في البيت يعني، فانا كل يوم بره، كل يوم بمشي، كل يوم بتحرك، كل يوم مش بقعد في البيت. لا طيب هو الوزن ثابت ولا الوزن بيزيد؟ لا هو ثابت على 80. بس ما بيزيدش، هو الرقم ده وما بيزيدش صح كده؟ لا لا ما بيزيدش. طب حضرتك بتاخدي اي ادويه لاي 80. سبب يعني بتاخدي اي ادويه لاي سبب، اي علاج لاي حاجه مزمنه يعني، جيوب انفيه، حساسيه؟ لا هو انا باخد هرمونات معينه عشان عندي مشكله في تاخد ايه يا شيف يسري؟ مش سامع والله. ما حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه؟ ما سمعناش، بتاخدي ايه معلش؟ باخد هرمونات تعويضيه عشان يعني ما فيش بريد يعني. طبعا خلاص هجاوب حضرتك استاذه رندا، هو ده السبب عشان كده سالت حضرتك. بنشكر حضرتك على اتصالك وان شاء الله دكتور احمد هيجاوب حضرتك. بس هنبص كده على الفراخ لسه شويه نسيبها. شفتوا بقى انا عملت ايه؟ حطيت في اسياخ والباقي حطيته هنا سليم زي ما هو، قطع اهي مع خضار بقى برضو بصل وطماطم وفلفل هنحطهم، يبقى مشوي ده زي ده بالظبط، بس ده في السيخ وده بره السيخ. هنحط الطماطم جنبها بس بعد ما نخلص هي والفلفل. وتعالوا مع بعض هقول على مقادير سلطه الطحينه. انا عارف ان كلكم بتحبوا سلطه الطحينه وبتحبوا سلطه الزبادي، ولكن تبقى لايت ازاي؟ ولا حاجه ولا حاجه. هو اهم حاجه مكونات الحاجه بتاعتنا. عندنا هنا الزبادي مثلا مقاديرها 3 علب زبادي، ولكن اللي هي قليلة السعرات الحرارية، 3 علب زبادي وخيارتين مبشورين وفص ثوم مفروم ومعلقتين من النعناع الأخضر وشوية ملح بسيط. تاني سلطة الزبادي اللايت، علبتين زبادي أو 3 أو 4 حسب عدد أفراد الأسرة، ولكن زبادي زي ما قلنا لايت، زبادي لايت أهم. عليهم خيارتين مبشورين ناعم اهم، عليهم فص ثوم مفروم صغير اهو، وكمان اوراق نعناع هنفرمها دلوقتي، وشويه ملح صغيرين. بقى عندي كده سلطه زبادي لايت بمنتهى السهوله. طيب سلطه الطحينه اللي تبقى برده خفيفه، هو عموما السمسم وزيت السمسم معروف ان هو حاجة صحية جدا، السمسم وزيت السمسم معروف انه صحي للغاية، فعشان كده الطحينة تعتبر صحية مش 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 مضرة قوي. فاحنا هناخد نص كوباية طحينة عليها علبتين زبادي لايت ونص كوباية مية دافية وشوية كمون وشوية ثوم وشوية ملح وشوية خل، يبقى عندي كده سلطة طحينة لايت. الناس كلها بتبقى خايفة ان تاكل طحينة، يقول لك لا الطحينة دي تقيلة عشان خاطر فيها طحينه وكده، الكلام ده لا. الطحينه اللي احنا هنعملها طحينه تعتبر للي بيعملوا حميه غذائيه. نص كوبايه اهو من الطحينه عليها علبتين زبادي لايت ونص كوبايه ميه دافيه ومعلقتين خل ومعلقه كمون وشويه كمون، معلقه وفص ثوم وشويه ملح
كل ده هنقلبه مع بعضه، هيطلع معانا سلطه طحينه ولكن لايت اهو. ميه دافيه، باخد ميه سخنه اهي وبضيف عليها ميه ساقعه بالراحه عشان تبقى ميه دافيه. تاني اهو الميه عشان كده، وننزل ده كله مع بعضه ونقلب معانا. هيطلع معايا سلطه الطحينه هايله. عايزينها خفيفه ماشي، عايزينها تقيله ماشي. شايفين انا كل ما بضرب بتتقل معايا. ده طول عمرها كده، هي متوسطه. عايزينها اتقل نزود شويه طحينه، عايزينها كده تبقى ممتازه. كل المقادير فيها هنغرفها دلوقتي. نرجع تاني للسلطه بتاعه الزبادي. احنا قلنا زبادي لايت مع توم مع شويه ملح ومعاه الخيار المفروم ومعاه النعناع، ده اساسي. شويه اوراق نعناع كده نفرمهم مع بعض. طب انت ما فرمتهمش ليه يا شيف يسري من بدري؟ لا، لو النعناع والريحان من الورقيات اللي لو اتفرمت من بدري تسود معانا، وانا مش عايزها تسود معانا، عشان كده ما بنفرمهاش غير في ساعه الشغل على طول. نفرمها ناعم قوي كده عشان تتفرم وتدوب جوه السلطه بتاعتنا، تبقى طعمها باين اهو. بعد ما فرمناها ناعم كده خالص نرفع ونقلب ده كله، يبقى عندي كده سلطه الزبادي بقت جاهزه عندي اهي. قلبها كلها كده، شايفين؟ خلاص، شفتوا بقى اسهل من كده؟ يبقى عندي سلطه الطحينه وسلطه الزبادي بمنتهى البساطه. ناخدهم بقى نغرفهم في الطبقين ونروح نبص على الفراخ بتاعتنا. نقلب كده على طول بقى واحنا مطمئنين. شايفين اللون اهو؟ ونسيبها لما الاربع اتجاهات بتوعها يتحمروا معانا وندخلها في الفرن شويه تستوي بالهنا والشفا. واحد زي ده كمان نصب بقى هنا. ادي سلطه الطحينه، شايفين كثافتها عامله ازاي؟ اهي نازله معانا. خلاص، وزي ما قلت صحيه جدا ولايت جدا وزي ما انتوا بقى عايزين بقى يعني. ونيجي هنا ناخد سلطه الزبادي اهو. هنا بقى لو انتوا عايزين تضيفوا اضافه زي شويه زيت زيتون مفيش مشكله، شويه كمون مفيش مشكله، شويه شطه اللي انتوا عايزينه هنا وهنا برضو. وبعدين ناخد شويه كمون هنا، لو عايزين تحطوا شويه شطه مفيش مشكله برضو اللي انتوا عايزينه هنا. ال ثواني يا دكتور والله، بس الموضوع بتاع الطحينه اللايت والزبادي ده بياخد وقته، مش عشان خاطر في ناس كتير قوي سالت عليه ونفسهم ياكلوا السلطات دي فبيخافوا من اكلها. انا عايز بس رشه شطه صغيره هنا ويبقى عندي كده السلطتين جاهزين. ونتفضل مع الدكتور نكمل قصتنا بتاعه تثبيت الوزن. وكان في سؤالين جولنا عايزين نجاوب عليهم، الله يخليك. هو بس يا شيف يسري، يعني بمناسبه السؤال ال يعني بتاع المتصله، اولا انا يعني عايز اشكرك طماطم وعايز احييك على الاكل اللي بتعمله بجد. ربنا يخليك ليا، يعني بجد مبدع. يعني شيف يسري شاطر جدا الله يكرمك، لانه بيعمل اكل دايت بطريقه يعني صحيه. وكمان احنا عشان في موضوعنا النهارده شيف يسري، فكره التثبيت ده، ان الناس ازاي لما تخلص الريجيمات تاكل عادي وما تتخنش، ازاي تتنوع في اكلها وتعمل. انا عايز اقول ان اكل الشيف يسري اكل متنوع بس بطريقه هيلسي. ما هو انت ازاي تطبخ الاكل وتعمله بطريقه هيلسي، مش لازم ترجع تاني للحاجات اللي فيها دسم عالي وفيها سمنه وتسبك. ازاي تعمل حاجه زي ما الشيف يسري كده بيستخدم الحاجات الهيلسي، بزيت الزيتون دايما، زيت السمسم، ازاي بيعمل حاجات بطريقه خفيفة. احنا لما بنحسب الاكل عامة يا شيف يسري، مثلا لو الاكلة دي بتطلع سي مثلا 600 كالوري مثلا، فالشيف يسري بيعملها بطريقة تطلع مثلا 250 كالوري. فدي الفكرة. وعلى فكرة يا دكتور نفس التست، نفس الطعم، نفس الطعم. هي النقطة اللي انا عايز اعمل عليها سبوت، ان انا لما بكون في البرنامج يا جماعة وباجي ادوق الاكل فعلا بيطلع
في منتهى الروعه. فده الفكره ازاي تقلل السعرات الحراريه اللي داخله اللي انت بتكتسبها، والطعم معاك ما بيختلفش، فانت ما بتحسش ان انت عامل اي حاجه مش طبيعيه يعني. فده اللي انا عايز اشكرك عليه. الله يخليك ليا يا حبيبي. لان انا كمان اشوف يسري، شفت يعني في بعض البرامج بداوا يتجهوا ان هم يعملوا نفس الفكره بتاعتنا بالظبط، بس والله يعني بس احنا سباقين. لا احنا اصحاب الصف يعني. اول برنامج في الوطن العربي يجيب طبيب ويعمل حوار معاه ويخليه يتكلم على الاكل الصحي وازاي ناكل ونعيش حياتنا صح وفي نفس الوقت بطريقه حلوه قوي، كان برنامج المطبخ. وده الحمد لله يعني. لا بس يعني فعلا الحاجه اللي بشهد لك فيها ان من خلال اللي انا يعني بتابع القصه دي، نعم، لا الاكل مختلف زي ما حضرتك بتعمل لنا، الاكل مختلف ومتنوع، ولا في دقه في ان هم فعلا يقللوا السعرات الحراريه نفسها. فدي الحاجه المتميزه في حضرتك، واحنا بجد بنشكرك على يعني تنوعك وان انت بتعمل لنا دايما كل حاجه يعني بتجي لك وناس بتسال عليها، فبجد شكرا. شوف يوسف، ده انت اللي جميل يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. انا بشكرك. هقول بس معلومه بسيطه كده، احنا عملنا هنا ادي الشيش اهو، ده الطبيعي. اما لو انا ما عنديش الخله بقى وعايز اكل الشيش بنفس الطعم وبنفس الشكل وبنفس المضمون، حطيت البصل مع الفراخ على الجريل مع شويه الفلفل اهو بنشوحهم وطماطم، وهنحط كل ده على بعضه وهنغرف ده بطريقه وده كمان في طبق تاني. بس بعد ما ناخد ده الشيش ده ندخله جوه الفرن شويه. هناخد معانا اتصال دلوقتي. استاذه رانيا اهلا بيك. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكي، اتفضلي. عامل ايه؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم ربنا يخليك يا رب. اتفضلي. انا عايزه اكلم بس الدكتور كلمه واحده. اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. أهلا وسهلا. أنا عندي 19 سنة. تمام. صوتي وطي يا رانيا يعني التلفزيون شوية معلش. ألو يا أستاذة رانيا سامعاني؟ سنة بس التلفزيون. يا أستاذة رانيا. ألو. نعم يا أكيد. طب بص اسمعيني، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان تقدري ترد علينا على طول. حاضر. وطي خالص، وطي خالص. حاضر يا أكيد. اتفضلي. خلاص وطيت التلفزيون؟ انا دلوقتي يا دكتور عندي عندي 19 سنه. تمام. ووزني 95 كيلو. طولك قد ايه؟ طب بقى نحط ده في الفرن. طولي 160 سم. تمام. ومش عارفه اعمل ايه، مش عارفه انزل خالص يعني، باكل حاجات خفيفه جدا جدا وبروح الجيم وبرده ما بنزلش خالص، بزيد يعني مقلله الاكل بس مش عامله دايت. لا مقلله الاكل خالص، حتى في عشاء ما بتعشاش خالص، ممكن علبه زبادي بالليل. بس طبعا بتلقطي حلويات يعني بتاكلي يعني في تقليل الاكل ده بتلقطي حلويات صح؟ يعني مثلا بيجي عليكي اوقات تاكلي حلويات. مثلا انا ما بحبش الحلويات، بس ممكن وانا في المطبخ اكل حاجه، وانا في المطبخ محتاجه، بس اقعد على الاكل واكل ما باكلش خالص. تمام. ومع ذلك مش عارفه، وانا دلوقتي مخطوبه يعني وداخله على جواز ومش عارفه اعمل ايه. طبيعه جسمك في منطقه الارداف في دهون اكتر؟ انا من فوق يا جسمي حلو، بس كل جسمي الوزن من تحت. من تحت الارداف اكتر صح كده؟ اه. طيب حاضر هجاوبك، حاضر هقول لك على طول. دكتور عايزين نجاوب سريعا كده عشان هناخد فاصل، نجاوب اي حاجه قبل الفاصل وبعد كده نرجع من الفاصل نكمل. السؤال الاول، انا لما سالت المتصله عن فكرة ان هي ما بتخسش، ولما قلت لها بتاخدي ادوية لأي سبب، فبتاخد ادوية بتنشط المبيض او بتاخد دواء فيه هرمونات، طبعا دي من الادوية اللي بتتخن جدا يعني وبتزود تخزين الجسم للمية يعني وبتعمل احتباس للمية، فطبعا عشان كده الدواء نفسه هو اللي مخلي جسمك ما بيخسش كويس. لكن طبعا اكيد الدواء ده بتاخديه فترة، فبعد كده بتسيب الدواء فبالتالي هترجعي لحالتك الطبيعية، والحرق نفسه بيرجع لحالته الطبيعية، فده ما يقلقناش في شيء. يعني هي الفترة دي هي اللي الجسم فيها ما بيخسش، وده وارد يا جماعة، ان احنا في بعض الفترات بيبقى عندنا تغيرات فسيولوجية معينة او في اسباب معينة، في ناس بتاخد كورتيزونات معينة لسبب معين، فعادي جدا ان هو لما بيبطل الدواء بيرجع بعد وقت معين بيخس.
فده اجابه السؤال الاول. تحب نخلي الثاني للفاصل؟ طب لا، هنجاوب على كل الاسئله ولكن بعد ما ناخد فاصل. بعد الفاصل هنكمل مع بعض في موضوع تثبيت الوزن، وانت منورنا ومشرفنا. مستنيين تليفوناتكم على التليفونات اللي بتظهر على الشاشه 2345 او 09180، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل عملنا مع بعض شيش التوك اللي انتم شايفينه ده، وكمان عملنا الساندوتش بتاع الفطار، وعملنا سلطه الطحينه لايت وسلطه زبادي لايت وبالهنا والشفا. كل الحاجات دي بسيطه قوي ومقاديرها سهله جدا، واي حد يعملها في اي مكان، ولكن في نفس الوقت خفيفه وخفيفه السعرات الحراريه. تعالوا مع بعض بقى بعد ما عملنا كده الشكل الجميل اللي انتم شايفينه دوت، وتفضلوا معانا بالهنا والشفا، نروح عشان نقول الحلو بتاعنا. ولكن قبل ما نقول الحلو، عايز اجاوب على الرغيف بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه اللي هو بقيته، وعملناه زي ما قلنا في الحله. يعني ايه في الحله؟ هقول لكم ازاي يعني ايه في الحله. اول حاجه كان عندنا نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق عليه علبتين زبادي ونص كوبايه زبده ومعلقه خميره ومعلقه ملح وثلاث معالق لبن بودره ومعلقه سكر، وكملنا العجين بلبن دافي. كملنا العجين بلبن دافي. الرغيف ده قيم وغني. تاني، نص كيلو دقيق، علبتين زبادي وثلاث معالق لبن باودر ونص كوبايه زبده ومعلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه خميره، وكملنا العجين كله باللبن وسبناه اتخمر. بعد ما اتخمر وارتفع معانا خالص، هبطناه وجبنا حله معدن من اللي بتخش الفرن، رشينا دقيق وحطيت فيها العجينه كلها على شكل كوره، وعملت فيها فتحات من فوق ورشيتها بالدقيق وسبتها في الحله اتخمرت تاني بعد ما ارتفعت معايا خالص، وقمت مدخلها الفرن استوى بقى بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. ده بالنسبه للرغيف اللي اتسالنا عليه. الحلو بتاعنا بسيط، ولكن عايزين بس دكتور احمد يتكلم شويه. اقول مقاديره وبعد كده نشتغل براحتنا يعني. الحلو بتاعنا هو مهلبيه او كاستر او بودنج، زي ما تسموه، سيبكم من المسميات، المهم تعملوا حاجة تاكلوها انتوا بطريقة حلوة. عندي نص لتر من عصير العنب اللي مكتوب عليه بيور أو اللي هو بدون سكر، نص كيلو أو نص لتر من عصير العنب اللي بدون سكر، وأربع معالق من السكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهة. أهم هنحط دول كده لوحدهم عشان خاطر فيه حاجات لوحدها وحاجات مش لوحدها. طيب احنا قلنا نص لتر من عصير العنب، أربع معالق سكر فاكهة، وعندي كمان ثلاث معالق من النشا أو الكورن فلاور، ونص كيلو فراولة. ده مقادير مهلبية العنب أو كاستر أو البودنج. طيب في كريمة هنقدمها معاه، كريمة ولكن مش كريمة بالشكل اللي أنتم عارفينها، هنرجع نقول دي كريمة وتقيلة، لا. الكريمة بتاعتنا عبارة عن ثلاث علب من الزبادي اللايت وكوباية لبن خالي دسم ومعلقتين نشا او كورن فلاور وصفار بيضه ومعلقه فانيليا ومعلقتين من السكر الفركتوز تاني اللي هو سكر الفاكهه، سكر فركتوز يعني سكر فاكهه. طيب عشان بس اللي سمعنا يعرف ان سكر الفركتوز هو سكر فاكهه. عندي ثلاث علب من الزبادي اللايت وكوبايه لبن خالي دسم، معلقتين نشا وصفار بيضه ومعلقه فانيليا ومعلقتين من السكر الفركتوز. انا هعمل ده على النار وده على النار، وهنشوف دلوقتي شكلهم هيبقى شكله ايه. والدكتور شغال معانا بس بعد ما ناخد معانا اتصال. معانا استاذه امال، اهلا بيكي. اهلا بيكي شيخ. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ازي الصحه؟ الحمد لله بخير والله. اسال الدكتور لو سمحت. اتفضلي يا فندم، اتفضلي تحت امرك. اهلا وسهلا، اتفضلي. ايوه دكتور، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بقالي 20 سنه بتعالج بالروماتويد يا دكتور، ووزني تقيل وما بقدرش اتحرك. تمام. وعايز اكل بقى ينظم يعني ايه للروماتويد وينظم ايه جسمي ده، لان ما بتحركش كتير خالص، وكل ما فاضلي وجعاني. تمام. هو حضرتك بتاخدي ايه للروماتويد؟ بتاخدي ايه، بنسلين؟ بتاخدي حقنه؟ باخد بلاكونيل وباخد ابيتويد. مره بس في الشهر؟ نعم. بتاخدي قد ايه، مره في الشهر؟ لا باخد مرتين كل يوم، قرصين كل يوم، كل الصبح وبالليل.
بتاخدي ايه تاني؟ وباخد ابيتويد واحد بعد الغداء، قرص بعد الغداء. تمام. طب ايه المشكله؟ جسمي بقى كله اعصابي كلها مش قادره، مش قادره ارفع رجليا خالص بقى. وزن حضرتك قد ايه؟ طولك ووزنك قد ايه؟ نعم وزنك وطول وزني حاجه و90. طول حضرتك قد ايه؟ لا قصيره مش طويله يعني، مش طويله لا. طيب هي المشكله انك ما بتخسيش؟ يعني مشكله انك عايزه وزنك ينزل شويه؟ ما بتحركش. اي ما بتحركش يعني، ما بحرقش. طيب حاضر اجاوب حضرتك. حاضر حاضر. طب دكتور هاخد بس ثانيه اقول لهم انا بعمل ايه. انا حطيت كل مقادير الكريمه ببعضها اللي هي الزبادي واللبن اللايت اللي هو اللبن الخفيف خالي دسم، وعليه صفار البيضه، وعليه السكر الفركتوز، وعليه النشا، وعليه كمان الفانيليا، كله قلبته مع بعض اهو كله، وهحطه على النار ونقلبه لغايه ما يستوي. اما الكاسترد نفسه المعمول بالفراوله مع عصير العنب هو عباره عن نص كيلو الفراوله، حطيت عليه السكر الفاكهه 3 معالق، وبعد كده هناخد الكورن فلاور او النشا ندوبه مع الخليط بتاعنا اللي هو عصير العنب، وننزله عليه ونقلب. يبقى عندي كده هنا بقى فيه مهلبيه الفراوله وعصير العنب، وهنا كمان الكريمه بتاعتي اهو البيضه اللي هغطي بيها، واحنا مع بعض كده وواحده واحده هنشوف بعد كده شكله عامل ازاي. خليكم معانا. اتفضل يا دكتور. شيف يسري، المتصله اللي كانت عندها 19 سنه كانت بتسال ان هي يعني سالتها ان جنبها شويه زياده، فقالت لي منطقه الارداف، وده انا توقعته لان ده شكل من اشكال السمنه اللي موجوده عند البنات اللي في العمر ده، وده غالبا بيبقى تراكم الدهون في المنطقه دي يبقى سببه شويه ضعف الهرمونات، انك شويه ما بتتحركيش. لكن قلتي انك بتروح الجيم، خلي بالك من حاجتين. قللي شويه من اكل الاجبان، يعني قللي شويه من اكل الجبنه والحاجات اللي فيها الدسم عامه. خدي مثلا الالبان والجبنه والزبادي والحاجات دي قليله الدسم، ده مهم جدا عشان منطقه الارداف تتحسن. كمان لازم يكون في مشي باستمرار. وهرجع اكمل لك تاني يعني بعد ما الشيف يسري ياخد التليفون لو معاك. ماشي يا شيف؟ ناخد التليفون. معايا. طيب معانا. يا استاذه ريهام. ايوه اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيف؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم. ربنا يخليك، تسلم ايدك. الله يخليك، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه اسال عن طريقه البسبوسه اللي معموله امبارح. صينيه البسبوسه اللي معموله امبارح والشربات بتاعها. فكرتيني بيها، دي بايته في الثلاجه عشان خاطر بس محمود قال لي عايز اكلها بكره. اهي اهي زي ما هي اهي، شايفين؟ طريه زي الكتاب ما بيقول، صينيه البسبوسه هقول لك عليها. حاضر. حاجه ثانيه يا استاذ ريهام؟ شكرا، ربنا يخليك وتسلم ايديك. بشكرك على اتصالك، وكويس ان فكرتيني. صينيه البسبوسه اهي اللي عاملينها امبارح قدامنا، وهقول لك عليها. حاضر، اتفضل يا دكتور. فهي مشكله البنات، خلي بالك انك بداتي تقولي ان بتروحي الجيم، فخلي بالك من حاجتين. اوعي تكوني بتمارسي رياضه، يعني بتروحي الجيمناستكس او بتروحي الجيم بتعملي الحاجات اللي فيها ويت ليفتنج او بتاخدي حاجات فيها اوزان، لان ده نفسه بيتقل الوزن يخليكي ما تخسيش كويس. لكن ممارسه الرياضه انك تروحي الجيم، اعملي رياضه ايروبيكيه، اعملي ايروبكس، اعملي مثلا لو هتعملي ماشينز، مثلا لو هتجري مثلا على التريد ميل او هتركبي العجله، ما تعمليش حاجه فيها ريزيستنس، يعني ما تخليش العجله نفسها فيها مقاومه او الاوربتراك نفسه فيه مقاومه، اعمليه زي ما هو كده من غير مقاومات، لان ده بيعمل ماسلز، بيعمل عضلات، فبيخلي الوزن نفسه يتقل. فنخلي بالنا من الناس اللي بتمارس رياضه عشان النقطه دي بتخلي اوزانها تزيد وهم مش فاهمين، لان الدهون نفسها لما بتقل بيحل محلها العضلات، والعضلات نفسها بتدي وزن، ووزن اكتر من الدهون. فخلي بالنا من النقطه دي، لان الناس نفسهم اللي هم عندهم كتله عضليه عاليه بيبقى عندهم اوزان زايده، سواء مثلا 10 15 وات ايفر ايه الوزن اللي زايد عنده، بس ده بيبقى وزن صحي لان ده وزن عضلي. فمش كل زياده الاوزان زياده مش كويسه، لكن عشان تخسي خلي بالك انك لازم تعملي الرياضه نفسها تكون في اتجاه ان هي ايروبكس، هي رياضه هوائيه ما فيهاش اوزان وشيل اوزان.
وكمان الرجاله اللي بيعملوا بيروحوا مثلا الجيم كممارسه رياضه عشان يخس يعمل ايه؟ يشيل الاوزان الخفيفه بس يديها تكرارات كتيره يا شيف يسري. عشان ما يعملش بالك، ما يزودش الكتله العضليه عنده. فدي نقطه مهمه، ومن اسباب ثبات الوزن هي ممارسه الرياضه العنيفه اللي فيها اوزان تقيله او فيها اوزان كتيره. فده رقم ثلاثه في السبب الثاني. دكتور هناخد اتصال وهنكمل مع حضرتك. استاذه سنيه اهلا بيك. الو الو اهلا بحضرتك. الو ايوه يا دكتور، يا ريت حضرتك تعالي صوتك شويه. الله يخليك. عايز اكلم الدكتور انا. ايوه اتفضلي مع حضرتك. ما يمكن. الو ايوه يا دكتور، مع حضرتك الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا مدام سنيه. ايوه يا دكتور، انا رجلي وجعاني والله ما اقدرش امشي عليها. اتفضلي. ايه معلش علي صوتك سنه صغيره معلش. مع حضرتك اتفضلي. ايه اعمل له يعني هو بس يا حضرتك وطي التلفزيون عشان تسمعينا. الله يخليك. انا عندي خشونه، انا عندي خشونه، عندي خشونه، عندها خشونه، خشونه. سلامتك. اه اتفضلي. مع حضرتك، حضرتك بتقولي عندي خشونه. ايه يا دكتور؟ وعايزه تخسي؟ يعني عايزه يعني تقللي وزنك شويه؟ طيب. ايه يا دكتور؟ مع حضرتك، مع حضرتك. طب وبتعملي الدايت؟ يعني بتنظمي اكلك؟ بتظبطي اكلك ولا ما فيش؟ ما ظبط اكلي يا دكتور، والله كتير في اليوم بس. بتاكلي قليل، طب ما بتخسيش ولا في استجابه؟ يعني في نزول وزن ولا ما فيش؟ ايه؟ بان خدت بند ولا خدتش؟ لا يعني بتنزلي بتخسي ولا ما بتخسيش؟ انا خدت يعني عامله عمليه المراره، وبعد كده يعني تعبانه خالص، رجلي ما قدرتش امشي عليها، خشونه في الركبه دي خالص في المفاصل. طيب حاضر هجاوبك، الف سلامه على حضرتك. حاضر عيني. حاضر حاضر. بنشكر حضرتك يا مدام سنيه على اتصالك، وان شاء الله دكتور احمد هيجاوب حضرتك. حاضر. شايف يا دكتور الكريمه بتاعتي عامله ازاي؟ اهي دي، طبعا كل اللي يشوفها يقول دي مهلبيه، لكن هي فيها زبادي وفيها لبن وفيها بيض وفيها فانيليا وفيها سكر فركتوز. وشايفين الكريمة التانية اللي هي بالعصير العنب، شايفين لونها عامل ازاي؟ اهو. بعد كده هناخدها عشان خاطر نصبها في الكساد. اول ما شايفين طالما بتقلب معايا كده يبقى بدأت تخش في السوى، او بالفعل استوت. نرفع من على النار خلاص، ونشيل المضرب ده ونشيل المضرب ده، ونروح عشان نغرف في كاسات في كوبايات زي ما احنا عايزين ان شاء الله في طبق. لو ما عنديش كاسات وكوبايات ناخد طبق، ما فيش مشكله. واحنا بنغرف فيها دكتور بقى عايز حضرتك تكمل لنا على موضوع. شايفين السبب. بصوا بقى المنظر ده، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ده هيجمد دلوقتي، هيتجمد دلوقتي. وناخد العكس هنا، شايفين؟ ونيجي هنا نحط، لو حابين بقى نغير شويه في الشكل، شويه من العنب اهم، عنب اسمر. وبعدين ناخد تاني هنا من الكاسترد التاني بالفراوله، ونستنى دي لما تجمد شويه عشان نحط عليها الخليط التاني، ما يغيرش شكله. ده بالنسبه ل ناخد كده، لا نستنى عليها ثواني تتجمد شويه، لان انا لو حطيت دلوقتي هتختلط مع بعضها. مين معانا؟ يا استاذه رندا. الو. السلام عليكم. كيف؟ الو. وعليكم السلام. استاذه رندا سامعاني؟ الو. الو شيف يسري اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم. اتفضلي. الحمد لله. عايزه منك خدمه شيف يسري. تؤمريني تؤمريني. انا بنتي عندها ميكروب الحلزوني، فالدكتور مانحها من الاكل بالبصل والثوم والطماطم. فهل في وصفات تتعمل من غير الثلاثه دول؟ طبعا طبعا كتير.
توم وبصل وطماطم. من غير الثوم والبصل والطماطم. ممكن حاجات كتير قوي تعمليها. بس حضرتك سيبي لي تليفونك في الكنترول وانا هكلم حضرتك. حاضر، بشكرك مدام راندا والف سلامه عليها، وان شاء الله ربنا يتم شفاها على خير. ولكن في اكلات كتير قوي تتعمل بدون بصل وثوم طبعا. هل تعلموا ان الامراء على مستوى العالم ما بياكلوش بصل وثوم تقريبا؟ ده انا سمعت المعلومه دي بجد. يعني اللي هم بيخافوا عليهم بقى عشان خاطر بيبقوا قاعدين في جلسات ما ينفعش بقى بطنهم تكركب، ما ينفعش حاجات كده. فدايما في انجلترا وفي المملكه المتحده يعني او في الممالك عاده ما بيخلوش الامراء ياكلوا بصل وثوم عشان الحاجات اللي بتحصل منهم دول. فعشان كده هقول لك على وصفات، هكلم حضرتك واقول لك على وصفات بالبصل والثوم. وانا بشكر حضرتك على اتصالك. دكتور بقى انا هفضي كده، واحنا بنفضي بقى حضرتك بقى اهو شايفين انا بعمل ايه عشان ما تنزلش تغرق الدنيا او تغطس. شايفين الفكره اللي انا بعملها؟ حتى لو غطست ما فيش مشكله. بقى لنا 3 ساعات بنعمل فيه. ماربل هيعمل معايا ماربل، وهدي شويه على الوش هنا كمان اهو. وبعدين هقول له اصل انا في واحد من اصدقائنا اللي موجودين بيقول لي ايه الابيض اللي على الوش ده، وانا قلت 3 مرات هقول لك تاني. حاضر. ده عباره عن كاستر عملناه من 3 زبادي لايت وكوبايه من اللبن اللايت ومعلقتين سكر فركتوز ومعلقه فانيليا وصفار بيضه ومعلقتين نشا بس. ناخد معانا. طيب هنحط دي بس كده اهي هنا كده، وبعدين نستاذنكم ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع بعض مش هنعمل اي حاجه ولا هنعمل اي شيء، وهنستنى بقى تليفوناتكم ونجاوب على كل اسئلتكم. ولكن بعد فاصل سريع حد يشوف في اي مكان انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وبصراحه انا كنت بقطع في البسبوسه فقلت مش هنرجع، لازم اقول على البسبوسه. انطلبت مننا بسبوسه بطريقه جديده خالص خالص خالص. ايه بقى مقادير البسبوسه اللي بتطلع معانا بالخرطه دي؟ شايفينها اهو كله قدامكم طبيعه، ولا اتفرولت ولا اتقطعت ولا جرى لها حاجه، وحاجه كده زي الكتاب ما بيقول. هندوق دكتور احمد قطعه بس كده عشان ايه ونرجع تاني. ودي على فكره كمان بايته، يعني لو طازه كنت اتفرجتوا على طعم بسبوسه، بس انا حبيت اوريكم قلت هشيلها لما نشوف شكلها. ايه رايك؟ جميله يا شيف. بالهنا والشفا. القصه ببساطه، كان نص كيلو من دقيق السومولينا، نص كيلو دقيق بسبوسه، نص كيلو دقيق السميد، نص كيلو دقيق فرخه. انا بقول كل الاسماء عشان خاطر الناس العرب الموجودين عارفين ان هو دقيق فرخه، اسكندرانيه بيقولوا عليه دقيق السميد، احنا بنقول عليه دي البسبوسه او السمولينا. حطينا عليه نص كوبايه جوز هند، نص كوبايه جوز هند مبشور، ومعلقه فانيليا صغيره، وكوبايه سكر، كوبايه من السكر، وقلبنا كله مع بعض وركنته على جنب. وبعدين جبت كزرونه حطيت فيها ميه لبن، قصدي قد ايه بقى، كوبايه لبن كامله، وتدفى مش تسخن، دفيناها. وفي نفس الوقت حطينا عليها نص كوبايه سمنه بلدي، ساحة السمنة ودفي اللبن، قمت خالط الخليط ده كله على بعضه وصبه، كان خليط سايل شوية، في الصينية ودخلتها تستوي. وهي بتستوي حطيت لتر الا ربع من المية، 750 ملي من المية، لتر 3 كوبايات من المية، عليهم كوباية ونص سكر أو 300 جرام من السكر، ومعلقتين بس عسل جلوكوز يدوب غلي على النار. قمت راكنه على جنب خالص على نار هادية لغاية ما طلعت البسبوسة وهي سخنة خالص، وكمان الشربات سخن بيغلي، صبيته عليها وسبتها تشرب من الشربات ده مره واثنين وثلاثه، وصلت معانا بالشكل ده البسبوسه. عشان خاطر انا جاي الاتصالات من ساعه ما خلصت الحلقه امبارح لغايه ما صحيت من النوم على البسبوسه. يا ام اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شفيق؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. تسلم ايديك. اشكرك، ربنا يخليك يا ام اسلام. كل حاجه بتعملها جميله والله. انت عشان انت حد جميل فشايفه الحاجه جميله، ربنا يخليك. الله يخليك. بس يا ريت تدي الدكتور احمد اللي ايه يا فندم؟ من شويه الايه؟ الدكتور احمد
فرصه بس. حاضر من عناية، حاضر هديله دلوقتي لغاية ما خلص الحلقة. حاضر حاضر تحت أمرك. حاجة تانية يا أم إسلام؟ بشكرك على اتصالك يا أم إسلام، وطبعا أهو الدكتور لغاية ما نخلص هيكمل معاه ونشوف يجاوب على الأسئلة وكمان يقول على المعلومات. بس والله ده أنا سؤال اتسألته على البسبوسة فجاوبت عليه، بس فأنا موجود ما تشنش ما تقلقوش. اتفضل يا دكتور. فشوف يسري، كنا بنجاوب على بقية الأسئلة عشان نخش تاني على موضوع الحلقة. ده كان بالنسبة لياسمين. أنا كنت بقول لها قللي شوية من منتجات الأجبان، لما تروح الجيم اعملي رياضة ما تكونش يعني فيها أوزان وترفع أوزان أو فيها مقاومات زي العجلة والأوربتراك وكده. وكمان الرجالة اللي هي بتعمل مثلا دايت وعايزة مثلا تخس وبتروح الجيم وبتاع، بلاش نرفع أوزان، لأن ده بيدينا وزن بيحل، العضلات بتحل محل الدهون. فدي كانت أول حاجة. النقطة الثانية المتصلتين كانت الحاجة سنية، وكانت الفكرة بتاعت ان هي بتاخد أدوية مثلا والروماتويد، وكان حتى الاتصال بعدها الخشونة. انا بس عايز اوضح حاجة، ان في اطار حلقتنا النهاردة، ان كمان من الاسباب اللي بتخلي الناس ما يخسوش هي فكرة استخدام بعض الأدوية. أدوية الخشونة بيبقى فيه في مكوناتها المادة بتاعت الجلوكوزامين، جلوكوز سكر، فده بيتخن، ده سكر. فلما بيجوا يعملوا ريجيم شوية وزنهم بيعاكس ما بينزلوش، فدي برضو مشكلة لازم نبقى ايه فاهمينها. كمان أدوية الروماتويد في بعض منها كورتيزونات وبعض الحاجات، وهو طبعا مرض بيكون سببه في الأساس اختلال مناعي. فالقصة نفسها ان اختلال المناعي نفسه بيكون سبب من أسباب ضعف الحرق. فعشان كده أنا ضد ان هما بيقولوا ان احنا ما بنتحركش. ليه ما بنتحركش؟ لا، احنا محتاجين نتحرك، لو حتى في اليوم 10 دقايق او ربع ساعة او حتى اللي نقدر عليه، حتى لو هنتحرك نعمل جولة في الشقة، نمشي بالراحة، مش لازم نعمل مجهود عالي، لان ده يا جماعة مش جهد عالي على المفصل. يعني ده لو في روماتويد او في حتى خشونة او في حاجة بسيطة في بنعاني منها، المشي نفسه مش مشكلة كبيرة، بالعكس ده هو الرياضة الوحيدة اللي بتغذي الغضاريف، وهو اللي هيحافظ على المتبقي سواء من المفصل او سواء من الغضروف. فيا جماعة ما فيش حاجة اسمها ما نمشيش، ده غلط. مين قال كده ان احنا نسيب المفصل نفسه يتيبس ويبوظ زيادة؟ فدي معلومة غلط ومعتقد خاطئ. حتى اطباء العظام بيقولوا لكم امشوا، بس امشي قدر المستطاع. اللي بينبهوا عليه ايه؟ بينبه عليك انك مثلا ما تقفش كتير، ما تعملش حركات مفاجأة، ما تعملش دورانات مفاجأة، ما تشيلش حاجات تقيلة، ما تطلعش سلم. الكلام ده اوكي، لكن احنا عشان نحافظ على المفصل ونحافظ على مستوى الحرق لازم نمشي. فالقصة دي قصة ضرورية جدا، مفيش حاجة اسمها ان انا ما امشيش، ده مفهوم خطأ. فده الاتصالات الشيف يسر الجماعة اتصلوا بينا وسألونا عليها. نرجع تاني بقى لموضوع الحلقة اللي هو ثبات الوزن. يعني دي عشان مشكلة شوية عند المتصلات، فأنا قلت كده ثلاث أسباب: الناس اللي ما بتصحاش بدري، والناس اللي ما بتنامش عدد كافي من الساعات، والناس اللي هي بتروح الجيم تشيل أوزان تقيلة فبالتالي بتربي عضلات فبالتالي ما بتخسش أوزان. النقطة الرابعة احنا قلناها في إطار الكلام، اللي الناس اللي ما بتستخدم أدوية، بعض الأدوية زي الكورتيزونات زي المضادات الحيوية. خلي بالك لما بيجيلك دور برد وبتاخدي بعض أدوية مضادات حيوية، فده نفسه بيضعف الحرق، فالأسبوع ده جسمك بيخزن مية ما بيجيش خس على الميزان. فنخلي بالنا عشان ده من ضمن المسببات يا شيف يسري. حلو قوي، هناخد اتصال ونكمل مع حضرتك يا أستاذة سمية. ألو. أهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم ايديك على كل حاجة. أشكرك، ربنا يخليك ليا. الله يخليك. دلوقتي أنا المكان اللي أنا فيه ما فيهوش كلوكوز، سكر كلوكوز. حط عسل أبيض. عسل نحل. حط عسل أبيض؟ بداله. حصل عسل نحل مكانه. مكانه. متشكرك جدا. تحت أمرك، تحت أمرك. ربنا يخليك. بشكرك على اتصالك. اتفضل يا دكتور. فالنقطة الرابعة، عشان برضو احنا لما بنيجي نوزن وما نزعلش ان وزننا ما خسش، هي فكرة لو بتستخدم عقاقير معينة او ادوية معينة، المضادات الحيوية، المسكنات، كمان الادوية اللي فيها كورتيزونات، ادوية الكحة او السعال او البرد، الادوية المنشطة للهرمونات،
ادويه العظام، لان بيبقى فيها نسب معينه برضو من الكورتيزونات، او بيبقى فيها نسب معينه من مواد معينه بتبني الغضاريف او بتبني الماده الزلاليه، بيبقى تركيبها سكريات. ادويه الحساسيه، ادويه الجيوب الانفيه، كل دي استخدام بعض الادويه بيخلي الوزن يا شيف يسر ما ينزلش. فدي نخلي بالنا منها، ان الناس اللي بتعمل دايت وبتاخد حاجات من دي لازم تخلي بالها ان الادويه دي مش هتنزل وزنها. وكمان يا دكتور ممارسه رياضه، عايزين نقول لهم ممارسه رياضه. في بعض النقط زي ما حضرتك بتقول كده شيف يسري، الناس اللي ما بتعملش اي نشاط بدني، احنا عارفين ان حضرتك مثلا بتتحركي في البيت، ولكن حركه البيت مجملها يوميا بتدي 105 سعر حراري، لكن الشيف يسري عشان نزل من بيته واتحرك ووقف وعمل مجهود تخطى ده وعمل 300 سعر حراري، في فرق طبعاً. في فرق بين الانشطه البدنيه، لكن الراجل العامل اللي هو راح شال راح شال او المانيوال وركر اللي بيشتغل بايديه ده حرق 600 سعر حراري. في فرق يا جماعه بين كل نشاط بدني وكل واحد. طبيعه الشيف يسري في مهنته اللي بيمتهنها بيحرق اكتر مثلا من حركه كتير بالظبط. فده متوسط نشاط بدني حضرتك اعتدتي عليه، جسمك خد عليه، فده ما ينفعش. احنا بنتكلم على نشاط بدني زياده، لازم تمارس رياضه محدده منتظمه زي ما الشيف يسري بيقول، نص ساعه مثلا على الاقل وتبقى منتظمه. منتظمه دي يا شيف يسري يعني اقل جرعه عليها دي اون دي اوف، يعني يوم فيه يوم ما فيش. مفيش حاجه اسمها اعمل السبت وارجع افتكر اعمل الاربع، كده ما اسموش رياضه، كده جرعه مختله. في حاجه كمان عايز اقول عليها، يعني امبارح انا كنت في نادي من النوادي بيسالوني على حاجات التخسيس والى اخره، عارفين بقى ان انا بتقابل مع حضرتك ومع الدكاتره بتوعنا الجمال، فقلت لهم يا جماعه انتوا في النادي بتعملوا ايه؟ انت بتعملي ايه حضرتك؟ قالت لي ولا حاجه، قلت لها قاعده بتاكل. يعني النادي رياضي، جايه تعملي قاعده تاكلي انت وهي يعني عمرك ما لازم في رياضه، لازم تتحركي طبعا. وفي تراك وفي كذا وفي كذا، مارسي الرياضه هتبقى زي الفل. هي فعلا زي ما حضرتك بتقول. هناخد اتصال وهنكمل يا دكتور. يا استاذه نوال. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلم ايدك يا شيف على كل حاجه انت بتعملها بصراحه. بشكرك مدام نوال، ربنا يخليك يا رب. ممكن اكلم الدكتور؟ يا فندم مع حضرتك الدكتور. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا، انا طولي 170 تمام ووزني 104 تمام، وعندي مشكله في القلب، عندي ارتجاع وعندي زيت الصمام وعندي ضغط. الف سلامه على حضرتك. وباخد اندرال وباخد كونكور، وكنت باخد البنسلين بس من ساعه ما عرفت انها بتتخن شويه منعتها. فمش عارفه، ومشيت على كذا رجيم ونزلت مره 24 كيلو، وبعد كده اللي هو تبع رجيم فصيله الدم، وبعد كده رجعتهم تاني بعد ما بطلت. فبيجيلي دايما خسيتي على يعني استاذه نوال حضرتك على رجيم الفصائل خسيتي؟ حضرتك على رجيم الفصائل خسيتي؟ لا لا، الخط قطع يا دكتور. الاتصال اتقطع معلش. نعم. طيب تمام. نفس الفكره بقى اللي احنا بنقولها النهارده شيف يسري، يمكن استاذه نوال في النقطه اللي بعد كده اللي هننتقل ليها. نعم. احنا كده خلصنا اربع نقط، قلنا ناس في نقط كتير. بس انا هقول نقطه ليها علاقه شويه باتصال استاذه نوال عشان سريعا اجاوبها. سريعا عجاله، الله يخليك يا دكتور عشان تمام. بس هي بس يا شيف يسري، الناس اللي بتعمل رجيم وترجع تسيب الرجيم وترد وترجع مش عارف ايه، وتجيب رجيم من على الانترنت ورجيم معين، وسمعت عن الشيف يسري عمل رجيم معين فقام راح يتواخد الرجيم دي عمله وجاره ما اعرفش عمله، كل واحد له خصائص معينه وصفه ايه. فطبعا يا جماعه هو ده شويه بيضعف جهاز الحرق، بل بيدمر جهاز الحرق وبيخلي الجسم عند فتره معينه بيوصل للثبات المطلق اللي هي اليويو، اللي هي بعدها لو عملت رجيم ايه مش هتخس. فانا بس بنبه على نقطه معينه، مش كل رجيم موضه بنسمع عنه بنعمله ونطبقه هو ما يناسبش وما يصلحش جسمنا، ما يناسبش الحاله الصحيه بتاعتنا. وكحاجه معينه كمان عايز اكد عليها استاذه نوال بتقولها، عملت وردت. نعم. نخلي بالنا من حاجه معينه، انا يمكن سالت الشيف يسري في الحلقه اللي فاتت قلت له ليه ما بتتخنش؟ قال لي والله يا دكتور انا بصحى بدري باكل اكل اللي انا عايزه بكميه قليله، باخد بالي بهتم. نعم. نعم. لو في السلوكيات دي يا جماعه عمرنا ما هنتخن. طيب هنستاذنك برضو ناخد اخر تليفون معانا. استاذه منال اهلا بيكي. الو. السلام عليكم. عليكم يا استاذه منال. ايوه يا اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. الحمد لله رب العالمين. زي حضرتك منورنا والله. يا رب يخليكي، بشكرك، ربنا يبارك في عمرك. على البسبوسه بتاعت امبارح جميله اهي، بتاعت امبارح والنهارده بقيتها. الله يخليكي. جرب الله يخليكي. اتفضلي اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا دكتور وضع 5 مرات والمرة دي وزني زاد قوي، وأنا حامل يعني في 4 شهر وزني زاد قوي بقى 95 معلش في هي بتقول لك وضعها 5 مرات وحامل. ولدت 5 مرات وحامل تمام. هو عمر حضرتك قد ايه؟ قصري وطولي 150 ووزني حاليا 195 واللي عمال اثناء الحمل. هل في رجيم في الحمل يعني؟ للحوامل. حاضر هجاوب حضرتك. وحضرتك حامل في الشهر الكام؟ الرابع. تمام. بنشكرك مدام منال على اتصالك. هو هيجاوب حضرتك بس الله يخليك باقصى سرعه، لو ما كانش هيبقى في الحلقات القادمه. اقصى سرعه. انا دايما هو في رجيمات للحامل ممكن نخصص لها حلقه نفهم الحامل ازاي يتكلم. خلاص ايه رايك نعمل حلقه لرجيمات الحوامل؟ لكن كاملة. بسرعه كده، هي ممكن تاكل الاكل بكميه قليله تقلل يعني اللي هي عايزاه، وتركز طبعا على منتجات الالبان والفاكهه والخضار وكل ما هو هيلسي. هي التغذيه للحوامل مش بكتر الاكل ولا زي ما بيعملوا بال خد يا بنت الفرخه دي زغب بقى والكلام ده ما ينفعش طبعا. شكرا يا دكتور، انا بشكر حضرتك على حضورك الجميل والمميز دايما. ربنا يخليك يا دكتور، منورتنا وشرفتنا. يا رب تكونوا استمتعتم بالحلقه الطبيه النهارده، يا رب نكون قدمنا لكم اكلات بسيطه ولذيذه. سيبكم البسبوسه، الاكل النهارده هيلسي هيلسي فقط. يا رب تكونوا مستمتعين معانا زي ما بقول لكم كل يوم. يا رب نحب بعض، واشوفكم ان شاء الله بكره في العزومه البيتي. معانا بكره ضيفه جميله، هشوفكم ان شاء الله بكره زي ما بقول لكم كل يوم. يا رب نحب بعض. السلام عليكم.